بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كيف عاقل كبر جهر الدين مهاجر الدين وقعدني مدحوينها جمهورية سومنلاند مدن أبو صبيح عبدي قدوميها شركة دهمشيل جروب حاج محمد سعيد قدوميها بارمانكا قدوميها قدومياش حساب تقارنكا ماير كما قال ده يدم مانبا مرتي شرفتك عليه وسير ده كل جينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمتي ما أنت وما لين وينو كسر كورني قال عسك سوبر اللان قيمة أولى ميزان كعالم كنا ترى يسواح إن أي نكمل دلناي دستور كيني أي لوجو كورنيت فري ماركت إيكونومي إيه وحوض الله شاه وقد بوين ومالت الدولية قيمة كلها سيدا إنه وقفتوا دماها إنه إنه شركة لقيا أبو ملايين دولار إنه يهين أسد كيدو إنه شارس كفرانو إنه كقيم قلو كان عسيقا سومالي لان وحاو كبر باري إنديفوشاليزم إن قوف اللي بدك تكوكا توحيسا وإنه كده حالي دا بياشين يا بياشين إنه نو اللي بنتي سيرون قنوف سماشتو قنوف تو، لكن هو حكى غيب بدن كوبريشن كا وحمد الله هانشها أيا كانتا خنتي هرمر دقالة أو كرقة أو وطن كا يساملي إذا مش حكى غيب كشبا خنتي إنتي سيره وبنتي وحوين أيوة اللي دونتو وحن بيري قلنا يا إن وحمد الله هانشها لبرتو ليسكو آمنو وحلا وضي يشو تاسعي لو فضلين إسا خلنتي مسؤولية لو دلية هاي أو أه إنكم سومالي لأنهان بيسنس كددك سومالي لا يقول شيء وإنك قهرين قفك وقوها سيئي قفك وقصر هي واسمارت ويقع ناسيه وشقايستو لكن وقف وحلقة يابعين أنه ملف ربادين كقارين إنه كليجي صعده لكن هذه شركة ده كقريب قراءة ما هو لسكوتر صعده إنه كانته وحوين رنتي حكومة دا وهي دنا إنه فضل يسي إنه إنه وحوضة يعلنه إنه إنه كان عسنه يشروع هوا يجنا وحكومة هذا قينا مركا إنه سكوت عنا لما عليه دمها وحبا إنه سكوها إنه يوال حشعله وكهرب يو يو يقول بدن تعيون بين سكوت قبلنا لكن سيدا إنه وضع شقينه يسيدا يشرب هذا إنه قسم يجي تلال بدن أودني ذا بين قارنا وأن بورينا يا وحنا لا يحي وحوض الله عنشه وكم وكم من الدلب ذي يحي كلدي جراسيا وحنا قصوا قبل قبلين يا وقت غير سمع ذو حيت هذا نكت كبكت ترى لسيد كبير سلاجة حكي محمد سعيد أدو ما أنت إلى سوق جرسيجي إنه خساره يو محوها دبودعي يو مر بدن أو سكيورتي قدلكه أنو وعنين إنه هو دبر هذا جاي ومان تو عيسى لحنت هاي نقول يلك سوق يبقى له هذه أدوا نقول ما حد نقينا خنتي وهر مروين فارن نودي يا جروبينا وأنا كيف يبقى لنا إن شاء الله وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.